من جديد أهلا بكم. لم يتبقى سوى 3 أيام فقط أمام اللجنة التي كلفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد، قانون خلف قبل خروجه للنور ردود فعل متباينة بين رافضين لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة كونها ليست أولوية وفق تقديرهم، وآخرين متحفظين على الجهة التي تعد القانون وهي ذاتها التي أعدت مشروع الدستور الذي طرح للاستفتاء في الأول من نوفمبر الماضي. في المقابل ترحب جهات وتيارات أخرى بالخطوة معتبرة إياها استكمالا للتغيير السياسي الذي طالب به الجزائريون. من المنتظر أن يناقش مشروع قانون الانتخابات الجديد تحت قبة البرلمان الجزائري خلال أيام فقط، بعد أن أكد الرئيس عبد المجيد تبون في آخر ظهور له على ضرورة التعجيل في صياغة مشروع القانون، ما اعتبره مراقبون اتجاها نحو انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة، فيما تطالب أحزاب بإلغاء العتبة الانتخابية التي ينص عليها القانون الحالي، حيث يفرض على الأحزاب الراغبة في المشاركة الحصول على 4% من الأصوات على الأقل في آخر انتخابات برلمانية. عانينا كثير من العتبة اللي هي 4%، إذن هذا كبح للطاقات وللمترشحين اللي راغبين يدخلوا للساحة السياسية، خاصة أننا اليوم نسعى في النسيج السياسي الجزائري إلى استقطاب نخبة جديدة عزلت نفسها عن الممارسة السياسية، وبذلك هي لا تملك 4%. رهان السلطة على تجديد مؤسساتها المنتخبة لكسب ثقة الشارع يبقى معلقا بمدى التغييرات التي تحملها بنود قانون الانتخابات الجديد، حيث يؤكد مختصون أن إلغاء اللائحة النسبية واعتماد الدائرة الإدارية كدائرة انتخابية بدل الولاية ستبعد تدخل المال السياسي في الانتخابات. حتى النظام المنظم للدوائر الانتخابية ما زال يجعل من الدائرة الإدارية على مستوى الولاية هي الدائرة الانتخابية. الجزائر فيها 48 ولاية ولكن فيها أكثر من 500 دائرة انتخابية، ونظام الانتخابي التمثيلي الحقيقي هو لما يكون على مستوى الدائرة الإدارية هي الدائرة الانتخابية. وكان الرئيس تبون قد نصب أعضاء لجنة إعداد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في شهر سبتمبر الماضي، وهي نفس اللجنة التي تم تكليفها بإعداد مشروع تعديل الدستور. إعادة بناء مؤسسات تمثيلية حقيقية من أبرز الوعود التي أكد عليها الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية، فهل ستنجح بنود قانون الانتخابات الجديد في إقناع المعارضة بالتوجه إلى حلبة الانتخابات وإقناع الناخبين بنزاهتها؟ حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر. نفتح حوارنا في هذا الموضوع مع ضيفينا. من الجزائر القيادي بحزب جيل جديد حبيب إبراهيمية، ومن لوكسمبورغ الكاتب والباحث السياسي الجزائري السيد صالح حجاب. أهلا بكما معنا ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد إبراهيمية من الجزائر، هل من جدوى لمراجعة قانون الانتخابات الجديد في ظل عدم الاستقرار والأزمة السياسية الجزائرية، وبالفعل الانتخابات المسبقة أولوية جزائريا؟ نعم، مساء الخير وشكرا على الاستضافة. للجواب عن السؤال يجب حقيقة أن نفهم الهدف من الذهاب إلى انتخابات تشريعية. الهدف ليس المحاصصة وتقسيم المقاعد، وإنما تجديد الطبقة السياسية تماما، لأننا نخرج بعد سنتين من حراك عظيم أخرج الملايين من الجزائريين إلى الشارع، الذين توافقوا منذ 22 فبراير على أن هذا البرلمان وهذه الطبقة السياسية التي تمثل الجزائريين غير مقبولة ويجب أن ترحل. لذا فالعملية السياسية التي
باتت بالدستور وتأتي بالانتخابات التشريعية المسبقة والمحلية كذلك مهمة جدا، لأنها ستسمح ربما إن كانت في ظروف تؤكد وتضمن النزاهة على العملية الانتخابية، ولهذا يجب أن نعمل في هذا الشأن، لكن هذه الانتخابات ستسمح باستعادة نوع من الثقة ما بين الجزائريين والمسؤولين الذين يمثلونهم. العملية إعطاء البرلمان تمثيلية حقيقية مهم جدا حتى تستطيع الجزائر الذهاب إلى الإصلاحات العميقة التي يجب أن تقوم بها في المستقبل. هنالك مشاكل وأزمات موقعة، أزمات اقتصادية وإذا أزمات اجتماعية كذلك، لهذا يجب أن يكون هنالك برلمان، أن تكون هنالك مؤسسات محلية تمثل حقيقة الشعب الجزائري وتستطيع أن تعمل معه للذهاب بكل قوة في هذه الإصلاحات. ابقى معنا سيد إبراهيم، ينتقل للسيد حجاب من لوكسمبورغ. سيد حجاب، ضيفنا يقول إنه الحاجة إلى مراجعة قانون الانتخابات من أجل تجديد الشرعيات، برلمان جديد، حالة جديدة بعد حراك استمر منذ عامين. هل ذلك يعد سببا حقيقيا من أجل مراجعة قانون الانتخابات أم أن الموضوع أعمق من ذلك؟ نعم، بداية مساء الخير. أنا أظن أن القضية أعمق من هذا، وما الحديث عن تغيير قانون وحديث عن انتخابات محلية والبرلمانية هو نوع من الهروب إلى الأمام ونوع من الهرولة. الرئيس تبون الذي هو من المفروض حسب دستوره ودستور بوتفليقة منصبه شاغرا لأنه منذ أكثر من شهرين ونصف غائب، قام أيضا بتمرير هذا الدستور الأخير بالقوة ولم يمضي عليه لحد اليوم. لهذا ليس دستور باطل من المفروض، وحتى نسبة المشاركة تدعو أنه يرمى يعني جانبا. ونذهب إلى الحديث عن المؤسسات البرلمانية، المؤسسات يعني البلديات والبرلمان. صراحة نحن في نفس الطريقة القديمة الجديدة، هي فقط هذه المرة يريدون الإعلان على هذه الانتخابات فقط لتشتيت من بقيوا في يعني من هم في الحراك، لكي هناك من يقول سأغير من الداخل وهناك من يقول أغير من الخارج، وأيضا هناك من ساند كرنفال 12 ديسمبر 2019 وكرنفال 1 نوفمبر، وهؤلاء سيتم تشكرهم بإعطائهم بعض المطبقة يعني بعض الكوطة من المقاعد وتبقى ريمة في عادتها القديمة. لهذا صراحة هذا نوع من العبث ونوع من المواصلة في نفس الممارسات القديمة التي الشعب يرفضها برمتها. نعم سيد حجاب، أنتقل للسيد إبراهيمية حتى نجد ردا منه حول هذه العملية التي وصفتها بأنها نوع من العبث وأنها قديمة جديدة. سيد إبراهيمية كيف تردون؟ من حق كل واحد يكون عنده تحليل تاعه ورؤية تاعه للعملية السياسية. نظن أن منذ 22 فبراير وجيل جديد كان يطالب بالحوار وينادي إلى الحوار ويشرح أن الحل الوحيد هو الحوار من أجل إعطاء الجزائريين تمثيلية حقيقية على مستوى المؤسسات، إذ خرج الشعب الجزائري من أجل استرجاع الفضاء العمومي، وهذا ما كان له منذ 22 فبراير إلى حتى نهاية الحراك في بداية مارس. لكن أكثر من ذلك اليوم يجب أن يسترجع الشعب الجزائري والحراك بصفة خاصة مؤسسات الدولة الجزائرية التي هي تصبح مؤسساتها، لأن اليوم إذا كنا نريد حقيقة التغيير يجب أن تكون هنالك استراتيجية محكمة، استراتيجية جدية وطريقة متوافق عليها من أجل الذهاب إلى التغيير المنشود. نظن أن في كل بلدان العالم، في كل بلدان ديمقراطية على الأقل، العملية تكون بطريقة سلمية عن طريق الانتخابات. ولهذا اليوم نظن أن الانتخابات هي المخرج أو أحد المخارج للأزمة الجزائرية. هي أولوية مدام الانتخابات سيد إبراهيم، هي أولوية تكون نزيهة. نعم نعم نعم، اليوم الانتخابات بالنسبة لنا في جيل جديد هي أولوية، لأن العملية الانتخابية ستسمح بإعطاء البرلمان الجزائري شرعية تسمح له بمواجهة الأخطار تاع الأزمات المقبلة والمتوقعة. لكن مدام الانتخابات، نتكلم على الانتخابات، مهم جدا أننا نتكلم عن نزاهة الانتخابات. هل الانتخابات في الجزائر كانت نزيهة فيما قبل؟ لا، ولهذا قانون الانتخابات، وليس فقط قانون الانتخابات وإنما بعض القوانين الأخرى كقانون الأحزاب
الانتخاب وقانون الإعلام، لكن قانون الانتخابات بالخصوص نقطة مهمة جدا وجدا من أجل أن نعطي لهذه الانتخابات ضمانات نزاهة لتسمح أنها تعطي نتائجها وتسمح أن يسترجع الجزائريون المؤسسات تاعهم والذهاب بطريقة سياسية للخروج من الأزمة. سيد حجاب، الصورة فقط لتغيير قوانين قانون الانتخاب والتعديل عليه كما أشار ضيفنا، موضوع قانون الأحزاب والإعلام، الأهم هو الانتخابات كما أشار. هل هذه الانتخابات في حال تم تنفيذها وتم إقرار القانون الجديد، هل سيعطي شرعية حقيقية للحكومة في هذه المرحلة؟ وأنتم طالبتم بحكومة انتقالية، أي هنا نذكر المعارضة. نعم، يعني صراحة يعني الضيف الكريم لقد قال كلمة، يعني قال أن الانتخابات ما قبل لم تكن نزيهة، وفي نفس الوقت هو والحزب الذي ينتمي إليه باركوا كرنفال أو انتخابات مزورة ل 12 ديسمبر 2019 وباركوا الانتخابات مزورة في 1 نوفمبر 2020. يا جماعة الخير، نعلم أن الانتخابات هي الآلية الأولى لممارسة الديمقراطية، ولكن عندما تكون الجماعة الحاكمة هي التي تملك الآلة الإعلامية وتقوم بتزوير إعلامي وتملك كل الإدارة وتقوم بتزويرات وتملك، يعني صراحة، وعندما يتكلم الأخ الكريم عن الحراك ويقول كان لهم ذلك، ونحن اليوم نرى أن جل يعني أغلبية من وجوه الحراك يقبعون في السجن ونقول كان لهم ذلك. يا جماعة، صراحة لم نحقق شيء، حتى جماعة محسوبون على السلطة هم متضمرين، حتى قاعدة المؤسسة العسكرية متضمرة من المادة التي تم تمريرها عنوة فيما يسمى الدستور الأخير، وقد تحدث أمور والوضع الاقتصادي غير جيد، وضع اجتماعي غير جيد، كفانا يعني من هذه يعني من هذا يعني الإسراع في الذهاب إلى الحائط. يجب علينا التريث ويجب أن نسمي إلى متى سيد حجاب التريث؟ حتى بعد عامين من الحراك والمطالب الشعبية التي نادت بتغيير حقيقي في الجزائر؟ يا أخي الكريم، الحراك عندما نادى بالتغيير الحقيقي وتكلم على المادتين 7 و8 اللتان تقول الشعب هو مصدر السلطة، ثم يأتي جماعة كانت محسوبة على بوتفليقة تكتب شيئا يسمى دستور ويمرره برلمان بوتفليقة، ويأتي رئيس يفرضه القايد صالح. حتى التلفزة العمومية قالت أمس أن الرئيس القايد صالح سلم السلطة، أنهم أقروا أن قيادة الجيش لديها السلطة ولم تسلم السلطة. واليوم إذا كان لدينا رئيس حقيقي ومؤسسات حقيقية، منذ 45 يوم وراء 18 أكتوبر كان يجب إعلان عن شغور منصب. يا جماعة، لا يجب علينا أن يعني أن نضحك على ذوقنا الجزائريين، يجب أن تكون النية صادقة من جماعة السلطة ويكون حوار حقيقي، لا يكون حوار أو ابقى معنا سيد حجاب. هذا ما يقوله العقلاء. سيد إبراهيمية، الدستور ومن صدق عليه من وضعه هم من نظام بوتفليقة، هكذا يقول ضيفنا ويجب التريث. كيف تنظرون إلى هذه المسألة، وهل سيتم التعاطي مع ملف الانتخابات بذات الطريقة وأنتم راضون عنها؟ أولا قبل ما نجاوب على السؤال تاعك، نتفهم أن الأخ يستمتع في دور المعارض بهذه الطريقة، لكن مهم جدا لما نكون على شاشة التلفزيون أننا ندق في المعلومات. الحزب الذي أنتمي إليه وهو حزب جيل جديد كان رفض انتخابات 12-12 وقال أنها ما تعطيش ضمانات لانتخابات نزيهة. أكثر من ذلك، جيل جديد لم يعطي أي توصيات انتخاب في عملية تغيير الدستور، رغم أننا قدمنا عدد من التعديلات وقلنا أنه دستور مرحلة لا يكفي، لم يعطي ما يكفي، لكن فيه نقاط إيجابية يجب استعمالها. إذن مهم التدقيق في هذه النقاط. مرة أخرى فيما يخص الحراك، يجب حقيقة أن نتعامل مع الحراك بطريقة جدية. اليوم بعد سنتين لازم نحط ما أعطى الحراك، وين نجح الحراك، وين لازم الطبقة السياسية تضطر جم هذه المطالب بطريقة سياسية وسلمية. أما أننا نتعامل مع العملية السياسية ومع التغيير السياسي بشعارات فقط، فهذا حقيقة محشي عطينا. سيد إبراهيمية، جزء كبير من الشارع الجزائري طالب بتحقيق مطالب الحراك وأنها لم تتحقق حتى الآن، حتى يتم الحديث والدخول في عملية انتخابية مسبقة.
نعم، الحراك طالب بدولة القانون، وعملية تحقيق دولة القانون ليست عملية تتم في سنة أو سنتين فقط، وإنما هي مسار تقوم به طبقة سياسية، يقوم به شعب أولا، لكن طبقة سياسية تمثل هذا الشعب من أجل تحقيق كل هذه المطالب. الأخ تكلم على المادة 7 و 8 من الدستور الجزائري. المادة 7 تقول أن السيادة للشعب الجزائري. المادة 8 تقول أن الشعب الجزائري يمارس السيادة في إطار المؤسسات التي يصنعها لنفسه. ما هي المؤسسات التي يصنعها لنفسه؟ هي البرلمان، هي الحكومة. ولهذا عملية تحقيق هذه المطالب تكون عن طريق العملية الديمقراطية، العملية الانتخابية. أما أننا نطالب من السلطة الجزائرية أنها تعين بعض العقلاء ونقول أن هذه مرحلة انتقالية عن طريق التعيينات، ومن جهة أخرى نقول أن الشعب الجزائري ذكي، إذا الشعب الجزائري ذكي وهذا ما أقوله بكل قوة، إذن يجب أن نعطي له حق اختيار ممثليه عن طريق الصندوق، لكن أن يكون صندوق شفاف، أن يكون صندوق نزيه. أنتقل لك سيد حجاب، ما رأيكم وألا ترون أن هذه الانتخابات تعد فرصة حقيقية لأحزاب المعارضة البديل الديمقراطي، الأحزاب التقدمية اليسارية وأيضا العلمانية، من أجل الدخول لممارسة العمل المعارض من تحت قبة البرلمان في داخل الحكومات وأجهزة الدولة المختلفة، حتى لا تبقى أصوات المعارضة في الخارج، هكذا يقول ضيفنا إبراهيمية؟ نعم، أريد فقط أن أعقب السيد الحزب الذي ينتمي إليه، قال رئيسه أن تبون رئيس شرعي، وهذا يتنافى مع تصريحات أخرى، وأن حزبهم تكلم ونادى إلى المشاركة في كرنفال 1 نوفمبر. أرجع إلى سؤالك، عندما يقول أخ كريم هذه المؤسسات هي تكون وفق دستور، هذا دستور الكل يعلمه أنه دستور بوتفليقة الذي كتبه وحرفه يعني العرب 4-3 مرات، ثم حرفه العرب المرة الرابعة ومرروه بنسبة ضئيلة. أخي الكريم، هذه السلطة في حياتها نظمت انتخابين شفافين، انتخابات المحلية في التسعينات وانتخابات التشريعية التي وقفتها في الدور الثاني. أما اليوم وسيأتون هؤلاء الذين يدخلون إلى الانتخابات للتباكي بعد مروهة الكرنفال، ستقوم بتنظيم كرنفال، ستعطي لحزب السلطة أفلان جبهة التحرير ومشتقه الأرندي، تعطيهم الاثنين أكبر من 50%، وستعطي الآخرين بعض الأحزاب لكي يأتوا للاستمتاع بالحديث في الميكروفون ووقف فيديوهات، أما وتبقى هي التي تمرر كل القوانين. لهذا صراحة نحن اليوم الشعب تعبان من هذه الطريقة. سيد حجاب، حتى لو تم تعديل بعض القوانين في داخل القانون الانتخابي وبعض اللوائح الداخلية، أيضا ترفضون هذا الموضوع أم أن هناك ربما محاولات بين شد وجذب لتغيير بعض الوقائع الموجودة حتى تدخلوا في هذه الأطر الانتخابية؟ أريد فقط أن أوضح، أنا لا أتكلم باسم المعارضة، أنا فرد، أنا ولكنك تتحدث يعني الآن كمعارض من هذه الوجهة. نعم أنا معارض، ولكنني لن أستطيع إعطاء رأي برأيكم. تفضل، لا أتحمل المسؤولية من وجهة نظرك. تفضل. أريد أن أقول، نحن نقول اليوم لا توجد نية حقيقية في التغيير، وما كل هذا هو هرولات وتضييع للوقت. أريد إعطاء الأخ الكريم أمثلة من قيادات كبيرة في الجزائر، أحمد بن بيتور، أحمد طالب إبراهيمي، حمروش عندما ذهبوا إليه جزائريين طالبوه بالترشح، قال لهم حتى وإن كانت انتخابات الجماعة الحاكمة تريد دمية تتحكم فيها. حمروش ابن السلطة، حمروش الذي عايش يعني أحداث 5 أكتوبر 88 الذي يعرفه جيدا. صراحة نحن اليوم أو الجزائريين لا يريدون أو لا ينتقدون كما يقول أو يتمتعون بالمعارضة. أنا شخصيا أريد أن نكون عمليا، أنا شخصيا أريد إشراك الجميع، أنا شخصيا أدعو إلى توافق ما بين الدستوريين وما الذين يقولون الحل دستوري والذين يقولون الحل تأسيسي والذين هم حتى في السلطة للتوافق. ابقى معنا سيد حجاب، أنتقل لسيد إبراهيمية. سيد إبراهيمية، هل أنتم واثقون من إجراء انتخابات شفافة ونزيهة كما يشير السيد حجاب ضمن هذه الرئاسة الجزائرية بقيادة عبد المجيد تبون، وبالتالي هناك أمل بالخروج بانتخابات ترضي الحراك والشارع الجزائري؟
نعم هنالك أمل، الأمل موجود، لهذا نحن نناضل ومن أجل تغيير الأمور، ولهذا نتكلم عن قانون الانتخابات الذي يجب أن يعطي ضمانات من أجل أن الأمل هذا يكون عند كل الجزائريين في الذهاب إلى انتخابات نزيهة. لكن اليوم مادام ما شفناش قانون الانتخابات ومازال ما كانتش تعديلات، ليس هنالك إلا التزامات رئاسية، بعض النقاط الإيجابية في استفتاء أول نوفمبر، لكن هذا لحد الآن لا يكفي. لكن نظن مادام نتكلم على الموضوع تاع الثقة والتعامل مع الشعب الجزائري، نظن الجزائريين ينتظروا اليوم حلول حقيقية واقعية. نتكلم على المقاطعة الانتخابات وعلى المعارضة الجزائرية، نذكر أن الحزب الوحيد الذي قاطع انتخابات، ونقول الوحيد فقط الذي قاطع انتخابات 2017 و2000 بوتفليقة، هو جيل جديد. إذن الحزب الغائب اليوم عن البرلمان وعن قبة البرلمان هو جيل جديد، واليوم الوحيد، ليس الوحيد اليوم، لكن الحزب الذي يطالب بالحوار ويطالب بالعملية السياسية تكون تحت قبة البرلمان هو جيل جديد. لكن أثبتنا أن عندما تكون الانتخابات غير شرعية ولا ما تكونش فيها ضمانات حقيقية، جيل جديد سيرفض المشاركة. لكن الأحزاب المعارضة الأخرى، وتكلمت على بعض الأحزاب التي تقدم نفسها كديمقراطية، الكل شاركت في انتخابات بوتفليقة. هل في انتخابات 2017 كانت الانتخابات ليست مزورة؟ هل كانت هنالك ضمانات حقيقية لانتخابات نازية؟ هل لم تجتمع كل المعارضة في مظفران وقالت أنها لن تشارك إلا في وجود سلطة مستقلة للإشراف على الانتخابات؟ لم يكن هذا، ولهذا اليوم الجزائريون يعرفون هذا، والثقة كما فقدت مع السلطة فقدت مع جزء كبير من المعارضة. اليوم احنا ما نقدم حلول واقعية. أشكرك. نعم تبان صعبة عند بعض الإخوة، لكن حلول منطقية وجادة. القيادي بحزب جيل جديد حبيب إبراهيمية، كنت معنا من الجزائر، شكرا لك. وشكر موصول لضيفنا من لوكسمبورغ الكاتب والباحث السياسي الجزائري السيد صالح حجاب، شكرا جزيلا لكم.